لكن ناكل ولا لا خبز ولا طحين. زيتون وزعتر وشرائح ليمون وخبز معد من أعلاف الحيوانات عز وجودها هذه الأيام على موائد الإفطار في غزة. عائلة أم غسان تعد من العائلات الأكثر رفاهية بعد تحصيلها القليل من الطعام لكسر صيامها عند حلول موعد الإفطار. يعني هينا زي ما انت شايف بناكل طحين مع ذرة مع قمح مع شعير، يعني صرنا ناكل أكل الحيوانات، ويعني هينا مش ملاقيين فطرة، قاعدين الولاد بيقولوا يا ماش بدك تعمل فطرة، يعني متحيرين ايش ضايل، يعني صرنا ناكل الفلفل الموالح والليمون ودقة يعني وزعتر وزيتون، هاي الموجود يعني ما فيش حاجة موجودة غير هيك. يعني مجاعة تتفشى بشكل مضاعف مع بداية شهر الصيام، وهو ما تنقله المشاهد من هنا وهناك لتؤكد أن هؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة بشرية تكابد من أجل البقاء. أطفالنا مش لاقيين حتى الآن يأكلوا، لا أكل ولا شرب ولا مي ولا طحين، جميع الأطفال هذول بحاجة إلى تغذية ولا دعم مالي ودعم إنساني. قطاع جائع ما زال بعد دخول سادس شهور الحرب عليه صامدا على نحو باقون رغم الجوع والتشرد ورغم محاولات تضييق دخول قوافل المساعدات عبر المنافذ برا وجوا وحتى بحرا عبر ممر مائي، ما زالت شكوك كثيرة تحيط بالدوافع الحقيقية وراء إنشائه. هيك فجأة وافقوا إنه ينفتح مينا عشان المساعدات تدخل، ما هي المعابر فاتحة لو بدهم يدخلونا، في عندك معبر رفح، معبر أبو كرم أبو سالم، معبر إيرس، كل هذه معابر مفتوحة وجاهزة يدخلونا مساعدات، لكن المينا هذه مؤامرة للتهجير. معاناة أهل غزة في شهر رمضان ما زالت في أقصى هامش اهتمام عديد من الدول بالرغم من تسجيل صحوة في الشارع العالمي وسط تصاعد تحذيرات من تفاقم الجوع ونداءات للإسراع في إنقاذ فلسطيني غزة من حرب الإبادة التي يتعرضون لها، وذلك وفق برنامج الأغذية العالمي الذي أكد عبر حسابه على منصة إكس نجاح أول قافلة مساعدات إغاثية له بالوصول إلى الشمال يزيد طولها على 6 شاحنات دخلت عبر معابر تجريبية محكمة المراقبة أو ما يسمى البوابة رقم 96.